دلوقتي الشقه اللي في البناء اللي في الوش ده، شوفوا كده البناء اللي في الوش ده، محطه الترامواي اهي، محطه ترامواي فندق زاده. دلوقتي يا جماعه الشقه ديت غرفه وصاله، الشقه في الدور الثالث يا جماعه. الشقه ديت تعتبر بقى مش غرفه وصاله، غرفه ونص زائد صاله. بصوا كده ديت النص الاولاني اهي، وديت الصاله، الحمام، الغرفة، المطبخ، السلام عليكم يا جماعة. بالنسبة للشقة ديت هي عبارة عن غرفة ونص وغرفة نوم، يعني صالة زي ما احنا شفنا كده على الطبيعة. الشقة ديت فين؟ جنب محطة ترامواي فندق زاردة. الشقة في الدور الثالث. شكرا جزيلا. الشقة في الفاتح جنب محطة ترامواي فندق زاردة، جنب محطة المترو محطة أمنيات الفاتح. وأشوفكم قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.